أهلا بكم في حوار اليوم مشاهدينا الكرام، وأهلا بالأستاذ جورج عبيد الكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. أهلا وسهلا فيك. وصباح المشاهدين الكرام. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. السؤال الأول، ماذا نأمل من اجتماع بعبدة التشاوري اليوم؟ في بعبدة اجتماع هلأ اليوم، بأكيد بيتقدموا بيترأسوا فخامة الرئيس بغياب السيد سمحت السيد حسن نصر الله والنائب وليد جنبلاط. الدكتور سامي جعجع امبارح اوفد ملحم الرياشي، الوزير ملحم الرياشي، ليقول هيك انحكى بالاعلام انه بده يمثله، لكن بينت العمليه لاسباب امنيه بركي ومن حقه. رجع شارك الدكتور جعجع اليوم وخالف التوقعات انه صار في كثير تكهنات، غياب سياسي ام غياب امني. تفضل. اولا بالنسبه لاجتماع بعبده، في امل كبير طبعا انه يعطي حاله متوثبه وجديده على مستوى المرحله بعد مرحله ما بعد اقرار قانون الانتخابات. تعرف ما قبل اقرار القانون كنا في مكان، وهلا صرنا في مكان اخر. المكان المتشنج يلي صار فيه نقاش حامي والى ما هنالك، هذا خلص. هلا المرحله المقبله هي عنوانها الأساسي بناء الدولة. شو ممكن، شو الأفكار، شو التطلعات، شو العناوين التي يمكن أن تقال في هذا الاجتماع في سبيل بناء هذه الدولة، بناء هذا العهد الذي يطمح فخامة رئيس الجمهورية ليكون عهدا مشرقا، وصولا إلى تجسيد الانتخابات وتحقيقها خلال أيار 2018. هلأ هذا الاجتماع حتما هنالك عناوين عديدة، استحقاقات داخلية أساسية وضعت عناوينها سلفا، منها ما يطالب به العهد، مكافحة الفساد وما إلى ذلك. أيضا البند الثاني إذا بدك أنه الحسم العسكري في جرود عرسال اللي سمحت السيد كان سبق وتكلم عنه في خطبه سابقا، والعهد ايضا ضمين به. ما حكي عن حسم عسكري، سمحت حكي على تسويه. ايه مش حسم، ولكن بحال في فرق. ايه طبعا، بس بحال ما تم التوصل الى تسويه طبعا اخر الدواء الكاي مثل ما بتعرف استاذ جورج. فبالنهايه هنالك هذا الاستحقاق انه حمايه هذا العهد امنيا واجتماعيا وتثمير وتمتين الاستقرار ليستطيع أن يسير في خطى واثقة وثابتة نحو الأمام. هلأ هذه الخطى طبعا تسير في بحر متلاطم مثل ما بتعرف موجود في المنطقة، وتحديدا من الخليج العربي إلى المشرق العربي. هذه الأمواج بده كمان يتم فحص مدى تأثيراتها في الداخل اللبناني على مستوى المكونات، على مستوى علاقة المكونات ببعضها أيضا، شو مدى تأثيراتها على الاستحقاق الانتخابي القريب. يعني في هالأمور، فرأيي أنا ببساطة أنه رئيس الجمهورية سيسير في خطى العنوان الأساسي يلي لا جدال فيه هو الاستقرار، الاستفادة من هذا المناخ الجديد أيضا للإصلاح والتغيير. بعتقد هذه العناوين تكلم عنها فخامة الرئيس في خطاب العهد، ويريد اليوم بعتقد في هذا الحوار أن يؤكد عليها ويمتنها ويذهب بها بعيدا. شو اللي بيضمن انه ما اختلف عليه بمجلس وزراء امبارح، موضوع الكهرباء، وكنا بنعرف شو صار امبارح بموضوع الكهرباء، ما اختلف عليه بالمناقشات مجلس النواب او قانون الانتخاب عفوا، واللي الرئيس بري يصر على انه ما اختلف عليه لن يتم تعديله ولن يتم مناقشته بعد اقرار القانون، ماذا يضمن انه كل هالمواضيع الخلافيه تقدر تلاقي طريق لها بجلسه التشاور؟ هل نحن عم نعطي جلسه التشاور حجم تقريري تنفيذي، أم نعطيها حجم تواصلي بس لخلينا نسميها تمتين التواصل وتعزيز التحاور بين الأفرقاء أكثر من هيك؟
أنا بعتقد أنه بمجرد أن تكسب صفة تعزيز التحاور مثل ما تفضلت وقلت أستاذ جورج، بعتقد بتكون عم بتعبد الطريق للاتجاه نحو الحالة التقريرية يلي هي هدف. يعني أنت بدك تتروح للهدف بدك تكون عندك وسيلة، الوسيلة الفضلة أنه الأفرقاء كلهم يرجعوا يجتمعوا. هلا تقدير الأول أنه هيدا استمداد لطاولات الحوار التي كانت تحدث سواء في عهد الرئيس ميشيل سليمان أو عند الرئيس نبيه بري في لحظة الفراغ، لكن العناوين تختلف والأشخاص يختلفون. هلا بالمناسبة بدي عقب على شغلة لفتت لي نظري بهاليومين بالتحديد. في صرخة طلعت مؤخرا عند الأرثوذكس تشكو من غياب أي ممثل أرثوذكسي في هذا الحوار. مين الصرخة؟ ما سمعت حدا. في لا في كلام. مين اللي مين؟ على التواصل الاجتماعي. لقاء أرثوذكسي. في من اللقاء. مين الطائفة الأرثوذكسية اللي قالوا ما بدنا؟ في نخب رح لك يا ببساطة. بالنخب في نخب موجودة باللقاء الأرثوذكسي وفي بعض الفئات يلي عم يحكوا على شبكات التواصل الاجتماعي سواء بالجروبات او سواء جورج. خلينا بالواقع هلا. إيه؟ خلينا بالواقع. لا بس انه هذا اجتماع لرؤساء يعني الاحزاب الممثله بالحكم. صحيح. طيب خلص هذا رئيس عون بيمثل الارثوذكس وبيمثل كاتوليك. طبعا نحن مش عم نعملها القصص. طبعا رئيس عون شعبيته عند الارثوذكس بركي توازي او تفوق شعبيته عند المواطنين في بعض المناطق. بقى هو يمثل الارثوذكس، وين المشكله؟ هو الحاله المشرقيه اللي عنده عظيم. هذه تخص الارثوذكس كيانيا ووجوديا. بعرف سيجو، بس انه ليه عم نعمل منها قصه انه الارثوذكس ما في رؤساء احزاب؟ طب ما كمان في غير ناس. الصفدي منه موجود، المئاتي مش موجود، السنيورة مش موجود، ميشيل المر دولة الرئيس ميشيل المر الوزراء ما حفظ الألقاب أكيد كلهم مع الاحترام لهم، كلهم هدول مش موجودين. أيه. ما هيك؟ أيه. أنه منهم رؤساء أحزاب الموجودين. سامي جميل نائب سامي جميل رئيس حزب الكتائب أي مقيم على كل عم بقول أنا مني موجود. على كل أنا أتجاوز هيدا إذا بدك هذا الأمر اللي حصل ميشيل فرعون مش موجود. أي طبعا. خلينا نقول هلا انه نعود الى هذا اللقاء بجوهره. المهم هو الجوهر، وطبعا انا معك استاذ جورج انه فخامة الرئيس يملك هذا الاحساس الذي نحن ايضا نملكه في الجوهر. هلا الهدف من هذا اللقاء هو فتح الطريق. تعرف وجود النائب سليمان فرنجي يوم كان لافت كمان أيضا حضوره فوق بقصر بعبدة بعد جفاء وقطيعة طويلة عريضة منعرف أسبابها كلنا سوا. أنا أعتقد مثلا هذه القفزة النوعية من الوسائل الطيبة اللي ممكن أنه الواحد ينفتح عليها ويخدها كعبرة حقيقية تقود بالتحديد إلى الهدف الذي يشاءه الرئيس. وجود الدكتور سمير جعجع مثل ما تفضلت وقلت كان على أساس أنه سينتدب الوزير ملحم رياشي مثل ما نائب وليد جملاط انتدب الوزير مروان حميدي. وليد جملاط مسافر بموسكو. مسافر نعرف. هو في بس موسكو بس أنه لأسباب أمنية. وهذه خطوة ممتازة مبررة للدكتور جعجع. مبررة للدكتور جعجع عم نقول أنه الأسباب أمنية زلم عليه خطر وحقه يعمل هيك، بس مهم إجا وكان موجودا. يعني شفت كيف كان توزيع الجلسة قبل أن يأتي فخامة الرئيس؟ كان قاعد حد سليمان فرنجي وحده كان الوزير جبران باسيل وهكذا دواليك ومروان حمادي إلى آخره والحاج محمد رعد. كانت مصافحة جدا رصينة، مما بدل أنه ممكن التعويل على هذا النمط الإيجابي لذهاب إلى الهدف الذي شاءه فخامة الرئيس لنفسه ولهذا العهد، ويلي هو إذا بدك الوصول إلى حسم
ما يجب حسمه من ملفات. هلا هلا عم نشوف صور هول من قبل بس عم نرجع نعيدهم. ايه فخامه الرئيس عم بيجوا الزملاء هلا هون وقتها اجى فخامه الرئيس وسلم عليهم كلهم سوا. ها يبتسم الدكتور سمير جعجع مشهد هيك جيد ايجابي يصافح الكل ويترأس ويتكلم معهم هذا الرئيس سعد الحريري. فاذا فينا ناخذ خلاصه انه نحن امام محطات ايجابيه. هلا شو ممكن يقول هتقول هالمحطات؟ امبارح كان في ملف الكهرباء، بتعرف هذا ملف كان موضع نزاع بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر. مش نزاع خلاف في تباين بالراي. تباين بالراي امبارح لانه في غير القوات كمان عندهم ملاحظات يعني مش ما نحصرها لا كمان تيار المرضي يعني الوزير يوسف فنيانوس كان موقفه امبارح عم بحرض حزب الله على التيار متصاعد جدا وانه مثل تحريض. لفت لنظري جواب الوزيرين حسين حاج حسن ومحمد فناش اللي كانوا حاطين النقاط على الحروف وقالا معا انه هذه قناعتنا. عظيم. فاذا هيدا انا بعتقد هيدا الملف طوي بمجرد ان اخذ الى لجنه المناقصات. وخليني اقول لك بس شهاده للامانه، اولت البارحه كنا بمعيه الوزير سيزار ابو خليل وهو قال امامي على مائده الافطار اللي دعانا الى النائب إلي حنا المرشح في علي، قال لي إلي شخصيا انه انا جبت المرشح المحتمل. ايه المحتمل طبعا. انتبه هلا التيار دقيق فيهم هول الشغلات. فقال لي بكل بساطه انه انا عملت كل جهدي تجيب ارخص الاسعار حتى نوفر على الدوله وعلى جيوب اللبنانيين. فاذا الرجل يتعاطى بشفافيه وصدق. من هون انا بعتقد بمجرد ارساله الى لجنه المناقصات فهذه حالة شفافة للغاية. مزبوط. ويتعاطى العهد ويتعاطى فخامة الرئيس والوزير جبران باسيل والوزير سيزار أبو خليل بكل شفافية. واللافت أنه كان الداعم الأساسي لهذا الأمر الرئيس سعد الحريري. واضح. فبعتقد أنه هذا الجو هلأ يلي صار امبارح بمجلس الوزراء ممكن أنه يعطي ثمار، وهذه الثمار تذهب فيما بعد إلى تحقيق أو تجسيد الانتخابات بناء على لاحظ أنه في ملفات خاض هذا العهد، بدأ يخوضها هذا العهد، كازينو لبنان مش هيك؟ صديقنا المشترك الحبيب قلبنا وديع سيف جبل لبنان وديع صحيح يلي منوجه له تحية اليوم. خاض هذه المعركة بحارب الفساد بفيينا وين ما بدك. عم يسمعنا هلا اكيد عم يسمعنا. تفضل. المهم انه وين صار حميد كريدي مثلا؟ عم بعطي عنوان صغير خلينا بدون تسبيع على القضاء عم بيتولى. القضاء عم بيتولى. فاذا خلي القضاء يقول كلمته بدون ما نحن. هيدا عنوان لنقول انه بدأ تعزيز السلطة القضائية في وجه الفساد والفاسدين والمفسدين. بدنا النتيجة قبل ما التعزيز، بدنا النتيجة أستاذ جورج، يعني الخطوات الأولى بدها تستكمل، خلينا نشوف النتيجة. اللبناني دائما بيشوف قرارات ظنية يشبه توما وبيشوف مش يشبه توما بده يشوف نتيجة، بده يشوف نتيجة بعدين، مش مهم أنت تدعي على فلان، مهم تحكم على فلان. صحيح. مش مهم تتهم فلان، مهم الدين فلان. صحيح. هيدا اللبناني اللي بده إياها. صحيح. لح وفي واحد كمان ما بدنا نسميه هلا. ناس بيعتبروا أو بالأحرى القضاء بيعتبر إنه في عشرات مذكرات التوقيف والبحث والتحري بحقه فلتوا هلا بدون ما نسميه العالم تعرف. بدون ما نسميه فلتوا بقى بتقلي إنه القضاء وهذا على رأس القضاء. بدنا بالآخر شو بده يعمل القضاء مش بالأول مش يا أولتي يا آخرتي. هي الشك وين أستاذ جورج عند الناس؟ أنه صاروا معودين على ثقافة التسويات والصفقات. السؤال الموضوع الذي يوجه اليوم فيما الحوار ينطلق في قصر بعبدة، هل هنالك نية لإبطال هذه الثقافة والاتجاه إلى تعزيز
السلطات كسلطات حقيقية مساهمة في بناء الدولة العادلة والقادرة التي يتوق إليها اللبنانيون جميعا؟ هذا سؤال، وهذا سؤال شرعي ويجب طرحه من قبل اللبنانيين ومن قبل كل الأحزاب. اليوم الشغل اللي عم يشتغلوه المجتمع المدني ببعض يعني بفئات هي صادقة مع نفسها وصادقة مع البلد، واللي أنا بحب منهم على مستوى هيك فكري بستلز اسمع الوزير شرب النحاس، إنه بتلاقي إنه عندهم سعي إنه بدنا يا خي نعمل دولة. يا سيدي الكريم، تتعمر الدولة وترممها بدك تعمل أول شيء فصل السلطات، عم نحكي دستور وقانون. اثنين، بدك تعزز أجهزة الدولة وأجهزة المراقبة. وزير الاقتصاد رائد خوري وكنا كمان بهيدا الافطار عم بيقول له انه في شيء افطار ما حضرته هالجمعه؟ لا طيب يا بيقول لي معالي انه عم نحاول، بس الخوف وين؟ بيقول ويقولها بشفافيه انه نبرم ظهرنا شوي بترجع الامور الى ما كانت اليه. هذا منه كافي لأساس أنك أنت تعزز أجهزة الدولة. إذا هذا ما تم عبثا، حتى لو عملت 100 طاولة حوار يا أستاذ جورج، حتى لو عملت شو ما عملت، أنا برأيي لا يمكن أن تصل إلى الكمال في النتائج. في عندك عناصر بدك تبلش بتطبيق القانون. فخامة الرئيس هو حريص على هذا الأمر، وأنت وجميعنا نعلم بأنه في خطاب القسم كان واضحا. ليست المسألة في النظريات، المسألة كيف نجسد النظريات ونحيلها إلى التطبيق. طيب خليني مشان حتى نحكي بالعمليات هلا. نعم. يعني بالشيء العملي، بالشيء العملي، انتخابات بدها تصير بأيار 2018 أم لا؟ في ناس حتى بيقول لك من هلا لوقتها كتير طويل الوقت، بس بركي ما تصير بهداك الوقت لأنه المشاكل اللي عم تبين هلأ أكبر بكتير من أنه نقدر نحتويها من هلأ لسنة. أنا لا أصدق بأن مسألة البطاقة الممغنطة هي السبب. ما هو السبب؟ السبب أنه يلي تبين من الأجواء أنه الرئيس سعد الحريري خلال المداولات بينه وبين فخامة الرئيس كان حريص أنه خلينا نعطي مدة، لأنه عنده حاجة وأنا معه في هذه القراءة. هالمداولات وين؟ بقصر بعبدة وقت اختلا. مين قال هيدي؟ أنه في أجواء أنه تيار المستقبل هيك، أنه بيّن هيدي لكان اجتهادات مش أجواء. خلينا أقول أنه هيدا كلام صحافي، هيدا طالما لم يصدر عن فخامة الرئيس ولم يصدر عن رئيس الحريري هيدي اجتهادات. أستاذ جورج، سؤال، أنت إعلامي ومثقف وضليع في التفاصيل، هل تصدق هذا الأمر أنه البطاقة الممغنطة هي السبب؟ أنا بصدق. إيه ليه لا؟ ليه ما بدي صدق؟ بطاقة ممغنطة، ما هي ممغنطة، عم بتمغنط الانتخابات، مش ممغنطة مغناطيس، ممغنطة مطاط الهيئة مطاطة. خليك ما توصلنا لأيها، ما تخذنا هيدا كلامك عم بتقول أجواء أنه للمستقبل وكأنه فخامة الرئيس إبلام معه فخامة الرئيس بده يعمل انتخابات بكرة حبيبنا قبل اليوم حبيبنا. كان طرح وبعد بكرة قبل بكرة كان في طرح فخامة الرئيس اللي نعلمه بدو اياه بآب الرئيس، بدو اياه كان هلا بهالصيف بآب، خلينا نقول بين آب وأيلول. إيه. لماذا تم تأجيلها إذن؟ سؤال، وقبل بالتأجيل، عم نحكيها بشفافية مطلقة. تم الاتفاق مش قبل، ما حدا تم الاتفاق، ما نعرض شيء عليه تيقبل الرئيس. رئيس بيعرض حبيبنا. أوكي. لا خلينا نوضح التعبير يا أنا تبع على التعبير، تعبير له أهميتها والمصطلحات. لكن ما بيقبل فخامة الرئيس اللي بيطرحه فخامة الرئيس بيقبلوه الغير أو لا؟ على راسي وعيني. نحن مش حد التعبير طبعا. أنا لا دقيقة التعبير، أنا مني لا أنكر بما أنت تتفضل به، ولكن تم التأجيل. أنا بهمني الجوهر، تم التأجيل. التأجيل ليس حالة تقنية فقط، هي حالة أيضا موضوعية يشاؤها الرئيس الحريري ويشاؤها بعض الأفرقاء الآخرين
واحد. إذا بدك تسميها اجتهادات سميها مثل ما أنت بتريد. طيب. أولاً لدراسة الساحات الداخلية، ساحات المكونات كلها. اثنين لدراسة خريطة التحالفات. ثلاثة لدراسة كيفية تجسيد النسبية مع الصوت التفضيلي في الدوائر. نعم. في عندك ثلاث نقاط في حاجة أنه لتقييمها عند كل الأحزاب والطوائف. الأمر الأساسي في هذا التقييم أنه الرئيس سعد الحريري بناء على تعرف على هذه التصدعات القائمة في الساحة السنية، وهذه للمرة الأولى بعد الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحصل هذا الأمر، وبناء على ما يحدث في الخليج من متغيرات ربما قد تؤثر بطريقة أو بأخرى، يحق له ربما أن يدرس هذه الساحة وينطلق منها لتحديد رؤيته في تحالفاته. الثابت أن الرئيس سعد الحريري يريد أن يتحالف فعليا مثل ما هو واضح مع التيار الوطني الحر، وهو ثابت في تحالفه وصادق. عندك القوات اللبنانية اللي في الوقت نفسه بدها تدرس كمان تحالفاتها وخريطة تحالفاتها في المناطق مع التيار ومع الأحزاب الأخرى. طيب هذا بالنسبة لكل الأحزاب، وحزب الله أقول حزب الله مرتاح كليا. مين بيقول؟ لأنه حزب الله حلك حزب الله في إنجاز هذا القانون أراح الساحة اللبنانية وهي الحديقة للساحة السورية، الحديقة الخلفية بمعنى. لا, لا سوريا هي الحديقة الخلفية للبنان إذا بتريد. إذا بتريد نحن مش حديقة حدا، هن حديقة. لا أوكي هلا نحن ما عم نقول هالنفس بالواقع هالنفس الدوني هذا اللبناني خلينا نبطله. أي طبعا نحن مش حديقة خلفية لحدا. استجور. لا هن حديقة خلفية لا نحن حديقة خلفية له. معلي خلينا هلا نحن بلد وهن بلد خلص اتفقنا بس مش حديقة خلفية. أنا عم بحكي ك قراءة على راسي وعيني بس خلينا نبطل هول التعبير انه بتخلينا دائما مثل كانه نحن ساحة. لا بس حزب الله اراح هذه الارض اللبنانية. ليك كانوا يقولوا من فترة انه نحن نرقص على حافة الهاوية، تتذكر هذا التعبير مش هيك؟ لو فشل اقرار القانون شو كان صار بالارض اللبنانية؟ تفجرت. شو عرف يا استاذ جورج شو عرفك انه تفجر؟ لانه اسالني شو عرفك لانه شو ليه بدها تكون تفجر؟ لانه القانون اقرار القانون اجى بثبات واضح من العهد. الركيزتان الاساسيتان لهذا الاقرار اجت بالدرجه الاولى من فخامه الرئيس وايضا بمجارات وموازات حزب الله. طيب في كلام في كلام مقابل القوات بيقولوا فخامه الرئيس هو الركيزه الاولى ونحن الركيزه الثانيه. نحن بنقول او بالاحرى الطيب بقول الركيزه الاولى اكيد دائما الركيزه الاولى فخامه الرئيس والركيزه الثانيه هي حزب الله. رئيس ما في خلاف رئيس القوات عمل مخرج واضح دكتور سمير جعفر عم يعطوها الرصيد هيدا امان حين وحتى المردة كل سهم وحتى جنبلاط لا عم بيعطوا الرصيد للقوات انه هن اللي عملوها هلا لكن صار في هلا صار في تنافس على ابوة هيدا هلا القانون. هيدا تفصيل بس خليني اقول ثابتتان ايه طيب. نعرفهم. الثابتة الاولى انه فخامة الرئيس بكلام له قالوا أنه خلينا نشوف النسبية و15 دائرة هو ربما يكون القانون الأمثل. هو طرحه أساسا. هو طرحه. وبتعرف أنه ببكركي. ببكركي. exactly. السيد حسن نصر الله بإحدى خطاباته قال خلينا ندرس القانون. هذا قانون موضوعي وجيد. من نقح حيث يجب أن ننقح ونأخذ ما يجب الأخذ به. فإذا الإشارات الأولى الانبثاث هيدا القانون كان واضح من أبوه الأساسي اللي هو فخامة الرئيس وطبعا بدعم من السيد. القوات اللبنانية طبعا هي سعت بالنهاية من خلال بعض التعديلات
ومثل ما قال الدكتور سمير جعجع طبعا انه الكل ساهموا فيه وخرج وليد هذه المساهمات. اليوم كل القوى من بعد ما اقروا تحتاج لدراسته وتحتاج لتجسيد هذه الخريطه. انت برايك استاذ جورج لو عملنا القانون من هلا لثلاث اشهر، نفذنا الانتخابات من هلا لثلاث اشهر، كان وقت كافي؟ ما بعرف، هذا شيء تقني انا ما بقدر اقوله، لكن من حق الرئيس الحريري وكل الافرقاء انه يدرسوا هذا الامر بموضوعيه، ومن حق الناس ان تاخذ هذا المعطى حين نلج اوان الانتخابات ونذهب الى الانتخابات. واهم شيء بالنسبه لي بدي اقول لك اياه انه قلبت التاريخ اللبناني، التاريخ الانتخابي اللبناني، وأعطت مرحلة جديدة ورؤية جديدة ومساحة جديدة للبنانيين ليكونوا بالفعل هم مصدرا للسلطات. نعم. امبارح دكتور جعجع من يومين بالإفطار السنوي اللي تقيمه القوات اللبنانية بشهر شهر رمضان قال انه 14 و8 أدار ما انتهوا بعد. بعد في مطرح في 14 ومطرح في 8 أدار، هذا مؤشر لطبيعة ربما ملامح معينة بالمعركة الانتخابية. أراد الدكتور جعجع للتأكيد على أنه بعد في خطين ونهجين ولو التقيا في بعض الأماكن لكنهم على المستوى الأبعد والمستوى الأكبر لا يلتقيان. بعد في 8 و14 أدار رغم إقراره للدكتور جعجع ورغم إقرار 8 أدار أنه تهاوت هذه الحالتين، ما هيك؟ بس عم بيقول عم بيحدد مسار المعركة، بعد في 8 و14 أدار، ولو سقطوا منا 14 أدار، لكن بعدنا نحن ب 14 أدار، إلى ماذا يؤشر هذا الكلام؟ أنا بعتقد إنه الدكتور جعجع في هذا الخطاب عم يعمل إسقاط لرؤيته استراتيجية وليست الداخلية. يعني هو صحيح متحالف في بعض الأمور مع التيار الوطني الحر، صحيح هذا، حتى انتخابيا في أماكن سيتحالف فيها معه وفي أماكن سيفترق عنه، لكن بالمدى البعيد إيه في نفس 14 و8 إذا بدك بالخطوط العريضة. اليوم القوات اللبنانية ليست متفقة مع التيار الوطني الحر في مداه استراتيجي تجاه الصراع في سوريا وعلى سوريا. هنا نحن أمام قراءتان مختلفتان. واضح هي أوكي. معروفة. طيب سيجور. عندما يقول هذا الكلام مش هيك؟ يأتي بهذه الخصوصية ويطرحها في المسرى الداخلي ولكن ليس بالإطار التفصيلي. هلأ في محلات لا بدها تصويب، لأنه اليوم الرئيس سعد الحريري بانضمامه إلى هذه التسوية التي جاءت به رئيسا للحكومة أبطل هذه السلوكيات. ما بيقدر الرئيس سعد الحريري يقول مثلا، أو الدكتور سمير جعجع الذي كان حليفا ومؤيدا من الرئيس سعد الحريري مش هيك، ما بقى يقدر يقول أنه نحن بعدنا عم نخوض قصة ثورة الأرز. إذا هذا كلام ممكن أن يكون شعبويا لاستنهاض الهمم، لكن وين ثورة الأرز في هذه الانتخابات؟ وين أثرها؟ إذا بدنا نعمل تدقيق في فارس سعيد، حتى فارس سعيد لن يجد له مكان إذا بدك بهذا الحقل. طيب ليه إذا ترشح الزلمة مين بيمنعه؟ خلي لك شغله، حقه يترشح كل انسان، إيه؟ كل انسان ما هيدا حق للجميع، مكتسب للجميع. طيب لكن يعني هذيك اليوم بمعرب شفنا استاذ نعمه فريم واستاذ زياد حواط، كل انسان حدا من كسروين وحدا من جبال بلشت تتشكل ملامح المواجهه. طيب القواتيه طيب العونيه بهذين بهيدي الدائره. ليش بعلي؟ شوفي بعلي، كمان في احتمال كتير انه يفترقوا، هذا الواضح. مش هلا بدك تشوف التقل الاساسي بعلي وشوف هيدي الدائره لمين ومين مع طبعًا مين هن طبعًا. بس عم بقول كسر وين معروف، بس قضاء
كسر وين وجبال قضاء قضاءين كانوا هلا صاروا دايره للتيار الوطني الحر. هو كان صار له دورتين انتخابيتين بالانتخابات أنا البلديه علي وشوف غير وضع. بس بالانتخابات البلديه بكسر وين بجوني تحديدا وين كان سمير جعجع؟ كان طيب. كمان بخصومي مع التيار الوطني أوكي. واضح طيب, واضح؟ طيب. فاذا هيدا يدل على انه في محلات هو عارف انه في افتراق, الفريقان يعلمان انه سيفترقان بالوقت انه بالبترون احتمالات ورد انه راح يخوضوها من البترون لبشري راح يخوضوها مع بعض. انت متاكد؟ هيدا احتمال وارد, وانت ابن الكوره وبتعرف اكثر مني. انا ابن الكوره بس ما بعرف اكثر منك. مين قال لك بعرف؟ لا بتعرف. لا ما بعرف بالصدق ما بعرف. انت سيد العارفين. لا سيد العارفين. مين قال لك؟ بس انه سؤال انا بيخطر ببالي انه جبران باسيل الوزير باسيل بده يقبل يكون بليحه مش بيقبل, خليني غير الكلمه, في هيدي الليحه بدها ترأسها ستريدا جعجع مع الاحترام. بس جبران ما بعت الوزير باسيل او هي ما بعرف اذا اثنيناتهم بيقبل حدا يترأس عليهم ليحه. خلينا ننطلق من هون, خلينا بلكي عملوا اول بينا متساوين على الطريقه الارثوذكسيه. اثنيناتهم موارنه يا سيدي. هلا شو بدك بالمتقدم؟ ما في قسطنطينيه هلا وما في شيء بقى. خلينا نقول انه مع الاحترام للشخصيتين وحقهم يعملوا اللي بيريدوه, لكن انا عم بطرحها بمحبه. كمان في شكليات بتاثر لنوصل للجوهريات والاساسيات. ما كمان هيدي الدايره ما هيك, هيدي تمثل خليني اقول لب الصراع الماروني من ألف سنة بين بعضهم للمواني, بين الجبل وبين كسروان وبين أنوبين وبين هذا مش مفروض بالتاريخ. لكن أيضا هيدي الدائرة فيها ثلاث مرشحين لرئاسة الجمهورية, الوزير جبران باسيل, الوزير سامين فرنجية, الدكتور سمير جعجع. هيدي اللي بدها تحدد مسار الأمور بالله. هذا كيف بدهم يتحالفوا مع بعضهم؟ أنا بعتقد بده حدا يربح تيرجع كفته بالرئاسة أو بإدارة المؤسسات البلد من طيب. خلال الناس اللي بده يربحوا. طيب. التحال إذا بدك تحكي بتقييم موضوعي أنا هيدا عم هيك إذا بقي نحن. إذا بقي الخلاف بين تيار المردة والتيار الوطني الحر, وإن شاء الله ما يبقى, نحن بنتمنى الكل يتفقوا طبعا مع النبض الديمقراطي. حلو الديمقراطية, التنافس الديمقراطي, ما في أروع منه وأبهى منه. هيدي نحن منخاف منا كثقافة. ليه منخاف من الثقافة؟ ما بعرف. بغض النظر إذا بقي هيدا الخلاف, تيار الوطني الحر هل يشكل في هذه المنطقة لائحة ومع مين؟ القوات اللبنانية طبعا هي في خصومة مع تيار المردة بعد, ما في عندك على الرغم من التواد بيناتهم ما عندك بعد تقارب منهجي موضوعي. طيب القوات اللبنانية مع مين؟ عندك بطرس حرب من يحتويه. هلأ هيدي كلها حسابات, منشان هيك الخريطة السياسية الانتخابية هي منا خريطة جوهرية, يعني ليس من مبادئ تجمع الأطراف في تحالفات. أستاذ جورج هذه تحالفات آنية لحظوية تنتهي عند حدود الانتخابات. المفارقة بين القانونين اللي كان بين الستين وهلأ أنه بالستين كان الناس تشطب وكانوا هن المرشحين حتى لو كانوا ضمن اللائحة واحدة يشطبوا بعض, هلأ ما في حدا حيشطب حدا. لذلك أنت أمام نظام صارم, يعني اللائحة تنزل كما هي. فإذا هم مجبرون يعملوا لوائح, كل واحد بده يعمل لائحته. أوكي طيب. ما أنت عم تقلي لأنه بينزل مع بعض. لا هيدا لأنه أنا اليوم أنا يوم الأحد كنت بشمال وحس وفي هيك نفس واضح. أفطار؟ لا مش أفطار. طيب أوكي بس تعرف كنا من الحرام أن نتذكر الله يرحمه صديقك الحبيب وصديقنا الحبيب المطران أنطونيوس شدراوي. الله يرحمه عن جد فعلا أكيد. نتذكر هالرجل كنا بجنازه القداس اللي أقيم عن راحة نفسه. الله يرحمه الله يرحمه وعن جد من كان رجلا كبيرا بالفعل,
وكان مطران معبأ 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 محله جدا جدا رجل جدا رجل رجل بكل معنى الكلمه. وبدي اقول لك للامانه انه كان ينتظر انه يجي يقعد هون على هالمنبر عندك. شرفني مرتين. ايه فعلا انا تشرفت اني استضفته مرتين للمطران شجاع. صحيح. الله يرحمه الله يرحمه. فكنا هونيك بالقداس ففهمت من الاجواء انه التيار الوطني الحر بصغرتها. خلينا نبلش بصغرتها على تقارب. خلينا نبلش ناخذ بريك ونرجع نكمل على صغرتها. اوكي يلا ناخذ بريك. اهلا بكم مجددا في حوار اليوم. اهلا باستاذ جورج عباد الكاتب السياسي. شكرا. استاذ جورج، كانت الانتخابات على النظام الاكثري شبه معروفه النتائج وشبه محسومه النتائج حتى مع خروقات واختراقات وثغرات شوي صغيره هون وهون. هل الانتخابات هيدي بدها تكون انتخابات تغيير اذا صارت او انتخابات مفاجات؟ في فرق بين التغيير يلي نحن بننطره والمفاجات يلي اكيد ما حدا بيتوقع بهالتركيبه هيدي الموجوده. هلا في ناس عم بتقول مش في ناس، خي مين قال انه هيدا النظام بعده محاضل وبوستات لكن تغيرت الماركه هلا صار في شيء اجد. وبذات الوقت هيدا نظام نسبي اكثر مغلف بالنسبه ونظام طائفي اكثر تكرس اكثر، والدليل انه من اصل 15 دائره في 8 او 9 دوائر هن قضاء ارثوذكسي واكثري، وكل واحد بيصوت ل الربع تبعه والعشيرة تبعيته والدين تبعه. بتوافق؟ شوف السؤال اللي تفضلته وطرحته يعني يحتاج لتشريح دقيق. نعم. بعتقد أنا كتبت من فترة بجريدة الديار بعض الملاحظات المنهجية على هذا القانون. صحيح هو نسبي أكيد، في محلات ستكون هنالك نسبية كاملة لكن في أمكنة أخرى لن تكون. هيدا هي اللي عم بقولها. 8 من أصل 15 على الأكثر. أنا خوفي تفضل. أنا خوفي هون وهن هيدا باعتراف معظم اللي صاغوا هذا القانون وصلوا لهذا الاعتراف أنه في ثغرات واضحة. هذه الثغرات مستمدة من قانون الستين. بأي معنى؟ في مناطق نعرف انه المسيحي على وجه التحديد لن يكون صوته فيها عاليا، سيبقى مستولدا، وهذه اخشى انه تتكرس يعني بهالاتجاه. نعم. في مناطق اخرى لا، بيقدر يكون المسيحي مرتاح على وضعه. المناطق المسيحية على الرغم من التنافس المسيحي مرتاح بالجوهر، لكن المناطق يلي هي بتروح فيها باتجاه الجنوب والبقاع الشمالي وغيرها والجبل، حتى انه معركة التيار اليوم بالجبل التي يخوضها هي للقول بأنه نحن المسيحيين لن نكون تبعاً، أنه إلنا حق يعني نقول من نريد. أنا خوفي أنه أن نكون أمام خلطة، يعني هذا يؤدي إلى مكان بتشوف فيه أكثر ومكان بتشوف فيه نسبة. يلي بيحسم ممكن الصوت التفضيلي ساعتها هون على مستوى القضاء أن يكون حاسماً في النتائج، يلي هو إذا بدك بيجي بتوين يعني بين حالتين. طبعا يعني كان بيسوى هذا القانون. أنا بدك رأيي النسبية لا تتزاوج إلا مع ثلاث ركائز. الركيزة الأولى تجي من ضمن مشروع اللقاء الأرثوذكسي اللي قدم واللي سحق ويلي فيه ينتقل الصراع بين الطوائف وبين المذاهب إلى داخل كل طائفة. أوكي. سقط لأسباب يعني خلص واضح واضح سيسوش تفضل. الركيز الثاني نسبية بتنسجم مع لبنان دائرة واحدة، هذا المنهج ضمن أحزاب وطنية وليست أحزاب عزيز. طائفية مظبوط. ثلاثة النسبية بتنسجم مع نظام
المحافظات أو الدوائر الموسعة تعطي نفس النتيجة اللي بتعطيها لبنان دائرة واحدة. طيب بمجرد أن أسقطت هذه الركائز أنت في 15 دائرة ترك بالتزاوج بين النظام الأكثر والنسب فيها، لأنه هذا الواقع السياسي بيفرض حاله هيك، أنت عم تكرس من جديد نظام حالي طائفي قد تجدر نفسها لسنوات. هلا بيقولوا لك التوازن الداخلي في لبنان هيك بيفرض، أوكي خلينا نمشي هيك، لكن التوازن الداخلي في لبنان كيف بدنا نقدر ناخده من خلال المادة 24 من الدستور التي تقول بأنه مجلس النواب مؤلف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وناخده إلى المادة 95 من الدستور التي تقول بأنه المناصفة شرط أساسي لإلغاء الطائفية السياسية؟ لحظة لحظة لحظة، هي جسر لحظة مش لا 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 كيف ما كيف عمالك شوي عمالك شوي عمالك شوي سي جورج، مش شرط أساسي. رأنص لحظة، مجلس مادة 95 ايه على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة ايه بين المسيحيين والمسلمين ايه اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية. يعني إلغاء تعمل مناصفة بترجع بتلغيها بطائفية سياسية كيف هي؟ لا على مجلس النواب، لك على راسي وعيني، هذا النص، ما هيدا النص ايه بس مش شرط هيدي. ليش حط المناصفة؟ مش شرط هيدي، ليش حط مناصفة؟ وفي المرحلة الانتقالية، اسمعني شوي يا أستاذ، انت عم تحكي دستور، انا اوكي لحو الدستور هون، اوكي على راسي وعيني. طيب خليني كمل لك. تضم تشكيل هيئة وطنية برئاسة جمهورية، رئيس جمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس نواب، رئيس مجلس وزراء، شخصيات سياسية فكرية اجتماعية، مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. واحد، في المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة. وين عم تحكيني مناصفة؟ أنا سؤال، أنا سؤالي لك، وقت اللي بتقرا يعني المادة كقارئ، حضرتك كقارئ، انا عم بقرا الدستور يا استاذ جو، مش عم اجتهد، عم مهلك، نحن مش عم نجتهد. لكن لماذا المشترع قال بالمناصفة؟ هون هيدي الفزلكة، ليش حكي بالمناصفة؟ يا خيي من بعد الغاء الطائفية السياسية ما في مناصفة، من بعد انا عم ليش جبران باسيل والتيار الوطني الحر عم بيطالبوا بتكريس المناصفة في الدستور؟ اسمعني شوي يا استاذ جو، اسمعني شوي، معلش معي هيدي النقطة. ليش رفض طلب التيار الوطني الحر؟ الوزير جبران باسيل عم بيقول لهم يا جماعة بدكم تلغوا الطائفية السياسية على راسي وعيني، خلينا نروح على دولة نظام مدنية. أوكي تلغوا الطائفية السياسية، كرسولي المناصفة في الدستور واعملوا اللي بدكم اياه بعدين. لماذا رفضت؟ لأنه جاوبني هلا، جاوبني حجاوبك. لماذا رفضت تكريس المناصفة؟ لأنك أنت هلأ في هذا الظرف بالذات يا أستاذ جورج الحبيب، أنت في لا تزال في حالة انقلاب بالمفهوم السياسي، ما بحكي بالقانون، بالمفهوم السياسي في حالة انقلاب على الطائف، وأنت في حالة انقلاب على النص الدستوري. عندما تسقط معركة المناصفة ويرفضها آخرون، كون عسئة أنه هون ساعتها صار في انقلاب على الدستور. أنا عندما أقول بهذا الكلام ليش؟ هذا مش من عبس، الوزير جبران باسيل عمل معركة صلبة جدا وكان معه حق عندما أصر بعملية التزاوج بين المناصفة والنسبية، بين الحالة الميثاقية والحالة النسبية. هيدا التزاوج هو اللي كان مطلوب، وانا بعتقد وانت بتعتقد ويمكن كتار من اللبنانيين معنا بيعتقدوا انه هذا التزاوج العضوي ينقذ البلد ويمنع هذا البلد من اجترار الحروب وفتح الجراح ونكء الجراح، ويؤمن شبكة امان للجميع، شبكة امان سياسي اقتصادي اجتماعي، وبتكون انت بحالة استقرار وبتعزز منطق الدولة على راسي. هلأ هذا القانون الحالي في ثغرات، أنا أخشى إذا ما تفديناها وما عرفنا كيف نتعاطى معها
وأنا رأيي في خوف أنه ما نقدر نتعاطى معها. والحوار اليوم بقصر بعبدة هو لكيفية التعاطي مع هذه الثغرات من خلال ما له علاقة حوار بعبدة بأنه الانتخاب لا إيه ما له علاقة بس 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 العهد أنت عم تحكي إذا بدك تحكي أنا عم بحكي أنت قلت عن اللقاء اليوم عشان نوضح للمشاهدين إنه هلا إذا بدهم يحكوا كلمتين على بس ليس من ضمن جدول أعمال منه من جديد إيه عراسي أوكي. بس كهدف لأنه كنا بأول الحلقة استاذ جورج عم نحكي عن تعبيد الطريق أوكي. تعبيد الطريق بده يوصلك لمرحلة إنه توصل إلى سد الثغرات ممكن سدها رئيس بري عم بيقول ما اختلف عليه في النقاشات قبل التوصل إلى الانتخاب لن يتم تعديله أو المس به بعد إقرار القانون. عم بيقول لك الرئيس بري يا أستاذ جورج هيدا القانون مثل ما هو، هيدا النفس الطائف بعده موجود عندك، نفس ثورة 58 بعده موجود عندك، نفس اتفاق القاهرة بعده موجود عندك، نفس الوصاية السورية أولى عمالك ما شو عم تزيد علي شوي. أول شيء غلطان أنت، مش الوصاية السورية ما لها علاقة هيدي هون. أنا كل اللي حكيتهم هيدولي بدك تراجع التاريخ منيح أستاذ جورج، ما لها علاقة السوريين بثورة 58 مع ما كان في جيش سوري واتفاقية القاهرة. أنا عم بحكي أنا التسعينات على راسي بدك تلحقني بعدين ما تقول لي أولى وصاية السوريين هذه على جنب هدول مشان ما لا بعرف مشان ما أروح بالأمور لك لا خليك معي هلا مش عم نعمل حلقة زجل نحن أو ديوانية هلا تفضل. أنا عم بقول النفس الموجود من هذيك الأيام لهلا إنه هذا الاتفاق موجود قدامكم يا بتاخذوه يا إما بتكملوا أكل قتل. هيدا النفس الموجود شو بدي بالوصاية السورية ما الوصاية السرية كان في قبل وصاية مصرية عبد الحميد السراج وغيره عبد الحميد السراج سوري عبد الحميد غالب غالب بدي أقول عبد الحميد غالب بيعتذر ياسر عرفات راحت بيها ياسر عرفات قال صحيح. أنا حكمت لبنان من سنة 70 لسنة 82 ما هيك صحيح. هو قال أنا تبيها فإذا هي ما قال عليه بالموضوع يلي نحن عم نطلع فيه عم بيتم فرض عليك الاتفاقات بشكل إنه يا بتخدها يا اما بتكمل اكل القتله. هيدا النفس الطائف يلي توجوا الطائف بتاخذوا الطائف وكذا. عم بيجي هلا قانون انتخاب يجي يقول لك هيدا القانون هيدا هو الموجود عجبك عجبك ما عجبك روح ضرب راسك بالحيط. هيدا هو هيدا اللي عم بقول لك عنه هلا سيدي. شو بدي بالوصايه السوريه الوصايه السوريه ايه. عملت وسويت وهيدا بقى هيدا الكلام اللي نحن عم نقوله في 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 يعني في تمييز بدك تعمله وهذا كان رئيس دولة الرئيس الحسيني حسين الحسيني يركز عليه. انت بتعيش بالنص كنص وبتعيش بالتسوية كتسوية. هناك فرق بين النص والتسوية التي أدت إلى النص والتي قد تطوي هذا النص بإرهاصاتها وتداعياتها. لبنان التسعينات ولد من تسوية واضحة والنفس الذي يتم التعاطي فيه الآن استاذ جورج يتم التعاطي من خلفية تلك التسوية وليس من مكان آخر. وانت اللي تفضلت وقلت بكمل الرؤية والهاجس تبعي أنا طبعا وتقلت عن الوصاية السورية أو لأنه الوصاية السورية لم تكن لحالها فقط أو لوحدها كي عندك توافق سوري سعودي أخرج أمريكاني وصل لها النتيجة وإسرائيلي غير معلن. طيب اتفاقية الخطوط الحمر سنة 76 برعاية كيسنجر وإسحاق رابين وحافظ الأسد تم القبول بدخول السوري إلى لبنان صحيح تحت رعاية هذه الاتفاقية صحيح. بقى صحيح. كمان هذه صحيح هذه بقى مشان بقى في كتير صحيح في كتير إبهام حوالي هلأ أنا سؤالي عندما خرج السوريون من لبنان ليش بعد التعاطي كان عم بيتم مع المكون المسيحي بالتحديد؟ هذا سؤال مطروح وكأنه السوري يتعاطى. أنا رأيي ما كان السوري عم يتعاطى بهالشكل. اللبنانيون المفوضون هن كانوا عم يقهروا بالمكون المسيحي وعم يخدوه بدليل بال2005 إذا بتتذكر وقت الإجا العماد عون صار اتفاق الرباعي اللي واضح وقف بوجه العماد عون
ربح العماد عون نسبة الأصوات المسيحية كانت 75% إذا ماني غلطان. ليش عم بعده هذا النفس سائد؟ أنا برأيي وقت بيحكي الرئيس نبيه بري مع كامل احترامنا له وتقديرنا لعقله، هل يقصد بأنه نحن أمام حالة منزلة من علو، أو قادرين نحن نتعاطى ونتكيف ونرجع ندرس مطرح ما في ثغرات نسدها؟ هل المقصود بأنه بهالكلام اللي تفضلوا قالوا أنه أنتوا ما فيكن تعدلوا لأنه هذا الذي سيرسي توازنا جديدا، وأنه هو شايف حاله ضمن هذه التركيبة قائما وراسخا؟ في أسئلة وهواجس عديدة بدها تنطرح. أنا رأيي هلأ هذا القانون مشي، المطلوب أنه كان يمشي مشي، المطلوب أن يتأمن استقرار سياسي في هذا الإقرار تأمن. اليوم السؤال الموضوع الذي يطرح، هل هذا الإقرار هو إقرار استراتيجي يخدم في المنطقة الحل في المنطقة؟ يعني بدي أقول كجو عام أنه إجا إقرار القانون استاذ جورج في وسط حالتين، حالة اشتباك خليجي وحالة اتجاه سوريا إلى المزيد من الحسم. الذكاء الإبداع اللي صار أنه أقرينا القانون. ليش قلت لك على الرغم من الملاحظات، ليش قلت لك أنه حزب الله ارتاح في هذا الإقرار؟ لأنه أمن إذا بدك شبكة أمان واضحة بتفيده في حربه على الإرهاب في سوريا، في التضامن مع الرئيس السوري هناك، ببطل في عندك حرتقة لبنانية بتخوفه، ما بقى في شيء يخوف على مستواه. المسيحيون رضيوا، المسلمون مشيوا، فإذا شو بعد في عنده يقدر يخاف عليه كان بلبنان؟ معركته قبل الانتخابات الرئاسية كانت واضحة عنوانها العماد عون وليس سواه، انتصر بالعماد عون، هلأ انتصر بقانون الانتخابات، ومش لحاله انتصر، الكل انتصروا معه. هلأ بعتقد أنا أنه بسوريا، لأنه مثل ما حكي السفير السابق في دمشق روبرت فورد، أنه النظام سيذهب إلى إدلب، وتحالف حزب الله وإيران وروسيا سيذهبون مع النظام إلى إدلب. فإذا كانوا رايحين إلى إدلب أو إلى القمشلة أو إلى غير مكان، فإذا الساحة اللبنانية تريح هنا، يعني الهدوء والاستقرار في لبنان يريح معركة الحسم في الشام وفي سوريا. وكل الفضل لقانون الانتخاب. بعتقد أنا هو مش كل الفضل لا، وبدنا نحمله أكثر ما بيتحمل، لكن هو إحدى النقاط. لا هو إحدى النقاط المطلوبة اللي قديش قلنا استاذ جورج بهالجدال وبهالنقاش، قديش ضلينا بهالنقاش حتى وصلنا لهون. إيه بس سؤال، ويا ريت سؤال أساسي اللي بتمنى تعطيني إجابة عليه، مع الاحترام لحزب الله، ليش حزب الله مصر على النسبية؟ لأنه بالنسبية لتكون أنا تكون أنا واضح، هو ما حزب الله وحده فقط مصر، المسيحي كمان بيقدر يصر على النسبية، هو كان في عنده أسرة. ليه حزب الله هو رائد النسبية؟ لأنه في النسبية هو الأكثرية. طيب خلينا نكون صريحين، أنا عم بسألك تجاوبني بصراحة، لأنه هو الأكثرية، لأنه الشيعة في لبنان بكل بساطة يشكلون ثقلا كبيرا. وليش كمان غير المسيحي بيرتاح بالنسبية؟ لأنه إجمالاً لا، ليه كمان حزب الله مصر على النسبية؟ لأنه بيحمي حاله من الأكثريات في الخارج. يا لطيف، كيف هاي؟ هلأ النظام النسبي بيحميه من مليون ومليار ومئتين مليون سني في وجه 200 مليون شيعي بالعالم، خدني على قد عقلتي. لا مش شو هيدي، كيف بيحميه يعني؟ هلأ هي قانون النسبية
مثل صاروخ ذو الفقار الإيراني أو مثل باتريوت يعني بترد بيعمل قبة انتخابية نسبية بترد عنه الصواريخ؟ في عندك مزاوجة بالنسبية بإصرار حزب الله، وهذا يسأل عليه الحزب بالنهاية، بس في إصرار على التزاوج. نحن عم نقرأ في إصرار على التزاوج عنده، أنه نحن خي الشيعة موجودين ونحن قائمون ضمن فلسفة إذا بدك هني بأذهانهم الديمقراطية العددية. يعني في عندك بعد حالة الديمقراطية العددية موجودة في العقل الشيعي، إنما هذا في الداخل اللبناني. عندما حزب الله عندما حزب الله يثبت قدرته على الإقرار والقرار، إنه بالنسبة بقول لك أنا أوجدت مركز إلي كقوة موجودة راسخة أمام أكثرية سنية في العالم العربي. السنة في لبنان يستمدون موجوديتها منا ومن تداعي، خاصة السعودية يعني يلي كانت هي الحامي لسنة لبنان، واللي هي تعتبر نفسها الزعيمة الأوحد. فالنسبية هلا في لبنان بتعزز له موقفه في وموقعه في هذا الصراع ويستمر. هيدا رأيي أنا بكل بساطة. شكرا. أنا بتوقع غير جواب، بس بالنهاية بكرة بنسأل حزب الله لأنه في جواب تاني لألا هيدي القصة، بس نتركها هني يجيبوا، هني يجيبوا نحن ما نخ هيدا. شكرا لك سيد جورج عبيد الكاتب السياسي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم، إلى اللقاء.